مطلوب زعيم لشعب طول عمره عظيم لشعب كان فاعل زمان لكنه هان حتى انه صار بيدين كبار وايدين صغار مفعول بيه بيقسموا ويفرقوا ويقطعوا في عين اللي جابوا واللي جاب ابوه عشان يموت او ينتهي مطلوب زعيم لشعب حكام وخانوه وتوهوا وغيبوا اللي انتبه منه وفهموا له عينه كمموا وسلموا في المعتل لكلاب جعانة قطعوا لكنه رغم القهر قام صار وزام وفي اسبوعين سلسل حصون الجلادين قد النظام فوق راس جميع المفسدين مطلوب زعيم يحمي الحقوق يعدل ما بين الناس تمام زي الفاروق ويكون حنين على الفقير وعلى اللي فاسد يفتري يهدم على دماغه الشقوق ويعلقه في المشنقة أو يرفعه على راس خازوق شكراً.